السؤال الاول كيقول لك على لاس استرادا اللي فيها النافع اوكوري فريناري افوندو، يعني فريناري افوندو ولا فريناري يكون مولتا انرجيا، قلنا لا دوماندا اي فالسا. poi quando si deve far salire o scendere qualcuno bisogna aprire il portiere solamente يعني خصني نحل البيبان solo لما كنتش غنقاو فيرو، يعني ما نحل الباب حتى ما نكون كنشكل حتى خطر على الناس الاخرين. في الطريق فيها النافي اوكوري ايفيتاري بروسكي مانوفري، قلت لكم بروسكي مانوفري بروسكي اتشيليراتي بروسكي فريناتي سامبري لا دوماندا فيرا نتفادى هاد الشيء هذا. اي طومبيني بو اسيري بيريكولوزي بير لا سيركولاسيون دي فيكول هاد لي روت، قلنا لي طومبيني خطيرين، لي روتاي لي ترام خطيرين، لي ستيتشي دي بيدوناري خطيرين على الماتر انفيشن vero. Le ruote del tram sono particolarmente pericolose per il fondo, dal di quelle due ruote se il fondo è bagnato. Certo, ha detto con Deva. In caso di pioggia occorre procedere con la frizione abbassato, sempre frizione. La domanda è falso. Diana con la frizione o l'ombriage o l'ombriage non che sembra che Elizabeth non va bene, vieni. falso. causa probabile di incidenti dovuto alla struttura بين اسباب حوادث سير ممكن يكونوا strettoie significa طريق ضيقه بلا سينيال invece vero. non è necessario mettere a punto i freni squilibrati ليس ضروري اننا نصلحوا الفرانات اللي هما خاسرين الا كنا قادين نقادوا مشاكلنا غير بلو ستيرسو invece falso. بل هو شيء ضروري نقدو المشاكل الفران حيت الفران هو كلشي، الا ما شدناش الفران نونشي بروبيو لا سيغوريتا. سو سترادي كوبرتي دي نيفي اوكوري مونتاري ديبلوماتيشي انفيرنالي اوبوري او لا دي كاتيني سولا روتي موتريتشي انفيشي فيرو. لي تامبوناتي استرادالي كيجيونا نورمالمون من الفورتي فيلوتشيتا، يعني كل ما كانت سرعة عالية جدا كل ما كيكونو مشاكل كبرى وحوادث. نعم nell'attraversamento dell'incrocio si deve sempre considerare la possibilità che sopraggiunga veicoli che non siano visibili, in senso che sia visibile un veicolo a due ruote che sono sorpassati i veicoli fermi. يعني في الملتقى الطرق خصني ندير في بالي ديما يقدر يزيكزاكي معايا شي واحد بحال الموتور اللي يكون كيتخطانا في العربه في الكودا ماشي فيرو. الفينومين ديال الاكوا بلينين سي فيريفيكا بيو facilement يعني بكل سهولة مع باسا فيروشيتا لا كون فورتي فيروشيتا ماشي باسا. سي لا سترادا غياتشاتا opportuno non usare catene falso possiamo usare catene. il conducente di veicoli a due ruote essendo meno facilmente visibile يعني قلنا ديما sono meno visibile la domanda è vera sono più visibile in distanza يعني كيبانو كتر في la visibilità falso كيبانو أقل ماشي أكثر يعني meno visibile vero. في الطريق كي فيجي لوبليغو دي كاتينه في الطريق اللي فيها الكاتيني ضروري نديروهم لوبليغو سينيفيكا إجباري ندير الكاتينه. الكوندوشينتي دي فيكولا دو روتا اي كومونكوي كونشيسو أندواري يعني كومونكوي ممكن الموتور يمشي بلا بيهم invece falso. l'abbiamento الحويجة د الماتر ما كيأثروش نون انشيندي ما كيأثروش في الفيزيبيليتا في الترافيك invece falso. علاش؟ لان كل ما كنا لابسين الحوايج الموتور كل ما غنكون بين فيزيبيلي في الترافيكو. poi dopo l'incidente stradale opportuno obbligatorio apporre il segnale mobile di pericolo prima di andare via invece c'è obbligatorio indossare il segnale mobile di pericolo ma tlat l'atab fi l-barbriz l-orani qabel ma mshi fhal falso. in caso di pioggia occorre ridurre la velocità ma magari innaqsu s-sur'a certo. in caso di pioggia occorre manovrare con prudenza lo stesso dopo il volante piano pianino certo. dopo l'incidente stradale è opportuno collocare subito il veicolo sul marciapiedi من بعد هذا تسين الطوموبيلتين حطها فوق التروطوان قول لها جلسي لنا انا نجي موراك انفيشي فالسيسيمو. في الاستراد اللي فيها النيفي اوكوري ترساري بروسكامنت ترساري بروسكامنت فريناري بروسكامنت accelerare bruscamente sempre la domanda è falso خاصني evitare queste cose brusche ماشي نديرهم بنت فداهم. i tamponamenti stradali avvengono principalmente con la disattenzione ma هذا من تبسائق invece vero in presenza di tratti di strada
schiacciata, opportuno, e distanziarsi alla traiettoria dei veicoli che incrociano. Cosa significa distanziarsi? Jiem la distanza sicurezza in ixni bed, ela الناس اللي كيتلاقاو معايا في الملتقى. ماشي كل ما بعت عليهم عطيتهم شبر اتساع كل ما غادي يكون ميليو. I conducenti degli autoveicoli devono in generale prestare particolare attenzione, khasnandiro l'hadar shadid wintibah ma veicoli a due ruote, in quanto sono meno visibili hituma kibanu aqal an bu'd. In caso di nebbia fitta, è opportuno procedere a zigzag per far meglio notare la propria presenza. Qal fi halat dbaba khasna ndiru zigzag باش نبانو مزيان لذاك السيد اللي ورانا ولا اللي قدامنا in vece falso. E il conducente dell'autoveicolo in aprire la portiere, il lavoro il biben saek, deve fare attenzione ai veicoli a due ruote, sono meno visibili non che con aqal ru'yatan an bu'd. Neve, fi halat wujud neve, occorre alla partenza accelerare al massimo. Xir il maximum, invece falso. I tamponamenti او لي تامبوناتي او لي كوليزيوني او لي حوادث سير او الانترالشو هادو كلهم كاينين واحد الاستخدامات مالهم كيجيو برينسيبالمون الى ما احترمناش شنو ريسبكت على ديستانس سيكوريتا الى ما احترمناش مسافه الامان كنديرو كسايد شيرتو من بين اسباب حوادث سير ممكن تكون سترادا ديفيزا ان كورس هي طريق فيها بزاف الكرسيات يعني فالسو كل ما كان اتساع كل ما كانوا كرسيات كبار كل ما كانوا كاريجات كثار كل ما يكونوا اقل حوادث سير ماشي اكثر حوادث سير e poi in caso di nebbia fitta opportuno circolare con le sole luci di posizione accese يعني الا كانت نبيه فيتا نخلي غير دور بوزيسيون بوحديتهم شاعلين انفيش قلنا حنا لي لوشي انا بيانتي ضروريين وباش نشعل هادو عوض هادو او هادو عوض هادو بوزيسيوني عوض انا بيانتي ولا انا بيانتي عوض البوزيسيون لا دوماندا سامبري فالسا يعني نشعل غير البوزيسيون بوحدو فالسو حيت سيرفي انكي انا بيانتي اي برافي